مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا حلقة جديدة من إنبوكس أحلامك أوامر. طبعاً بتبقى منورانا فيها ضيفتنا الدايمة صوفيا زايدة اللي إن شاء الله هتفسر أحلامنا وأحلامكو كلها. ازيك يا صوفيا؟ حبيبتي يا رحمة، ازيك؟ إيه؟ أنا كويسة الحمد لله. كويس الحمد لله. الحمد لله. النهاردة هنتكلم عن معاني أو تفسير الحشرات في المنام. تمام. إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعاً هي كلمة حشرات في حد ذاتها يعني مقززة ومخيفة، وطبعا بتندرج تحت يعني تفسيرات عديدة يعني، بس هي بتحوم حوله هو الأولاد، تحوم حوله الحسد والمال والأذية وكل بقى كل حشرة على حسب. طيب نبدأ بقى بالحشرات الضارة مثلا. أوه. ايه طيب. معناها مثلا في احلام كتيرة بتيجي عن القمل او القمل. القمل في المنام طبعا في ناس كتير بتقلق منه. انا هرجع للقمل في المنام بس هاخد هدى الاول. الو، السلام عليكم. ازيك يا هدى، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. دكتوره صوفيا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ربنا يحفظك يا رب. قولي لحضرتك، ممكن رؤيتين صغيرين؟ اتفضلي. اتفضلي. اول رؤيه مصطفى ابني اللي شافها، شاف انه دخل. مين اللي شاف الرؤيه يا هدى؟ مصطفى ابني. طيب قد ايه؟ عنده كام سنه؟ عنده 18 سنه. طيب شاف ان هو داخل البيت، الشقه عندنا، فلاقيني انا وباباه بننظف في البيت. فلقينا وكاننا يعني مثلا كنسين وفي الزباله محطوطه وفوقيها. هو بيقول فجاه لقيت نفسي وانا في الحلم بقول انا في حلم ولازم اخد بالي من الرموز دي. لقي فوق الكوم الزباله ده برص وتمساح صغير وقرد صغير، كلهم صغيرين. بيقول لي بصيت يا ماما بقول انا لازم اركز في الرموز دي. فاللي بيقول فجاه لقيت البرص ده راح جاي طالع من على الزباله وطالع من باب الشقه، بس وهو بيجري مطلع لسانه، بس هو المفروض ان هما كانوا ميتين فوق الزباله. بس دي رؤيه. أو الثانية؟ لا استني بقى نفسر. خليكي معانا يا هدى، نفسر الرؤية الأولانية وبعدين نروح للرؤية الثانية. خليكي معانا. بصي، هو طبعا الرؤية سيئة للأسف الشديد، لأن الكنس في الرؤية معناها زوال الخير، لأن التراب أصلا أو أي حاجة دي فدي معناها خيرات كتيرة في البيت أو أعزكم الله، اللي هي القمامة ده رزق كتير وفلوس ويعني وأموال وحاجات كده. طالما اتكنست وتركنت معنى كده شوية في تعثر مادي وأزمة مالية هتمر بيها، والسبب في ذلك عين حاسدة اللي هو البورس بقى، تواجد البورس هنا اللي احنا كنا هنتكلم عليه النهاردة، لأن البورس ده من أسوأ ما يرى في المنام. وبعدين حتة ان هو بيطلع لسانه أو ينفث أو أي حاجة، يصاب حد من أهل البيت بمرض فهو مش كويس. المرض ده مش شرط يكون مرض عضوي، ممكن مرض نفسي من أثر الخسارات. وبعدين التمساح ده برضو يندرج تحت المؤذيات، والقرد يندرج تحت الحاجات اللي هي لا مرئية يعني الشياطين. فواضح ان العين والحسد اصاب فجاب ضرب يعني عليهم يعني. بالتحصين زي ما احنا التحصين والرقيه الشرعيه وصوره البقره في البيت، كل الحاجات دي هتنفعهم قوي. معانا يا هدى. مع حضرتك اقول الرؤيه الثانيه. طيب اتفضلي. حلمانه ان والدي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. فانا حلمانه ان في عربيه كبيره قوي من اللي هي بتبقى مفتوحه من ورا، العربيات النص نقل الكبيره قوي دي، مليانه شنط واحذيه، بس شنط واحذيه جديده، يعني مثلا الحذاء في الكيس بتاعه والشنطه في الكيس بتاعها. فقلت ايه، انا لازم اخد شنطه وحذاء قبل ما حد يقول لي لا ما تاخديش. فروحت جايه واخده، بس في حاجه بقى ان هم كانوا انواع جلد، فانا نقيت الجلد الاعلى الاحسن يعني. فانا نقيت شنطه بالحذاء بتاعها لونها اسمر وشنطه بالحذاء بتاعها. هو انت بتقولي والدك متوفي؟ طيب هو انت شفتي في المنام هو سايق العربيه؟ لا ما في، لا 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 لا، انا لسه هقول والدي فين. لا ده دي عربيه ما اعرفش بتاعت مين، عربيه كبيره. فانا خدت شنطه والجزمه بالحذاء بتاعها لونها اسمر وشنطه بالحذاء بتاعها لونها ابيض الجلد الطبيعي الاحلى. فخدتهم وعنتهم في حاجه زي دولاب درفتين، والدرفتين دول عاملين زي ما يكون عليهم لحم السمك، فان انا بمد ايدي كده واكل منهم سمك. فبقول لبابا ايه، يا بابا يا رب اوصل بالسلامه للمكان اللي انا عايزاه بيهم.
فجأة وفي نفس الحلم كأني كنت نايمة وصحيت وبحكي لبابا، بقول يا بابا على فكرة ده أنا حلمت إن أنا خدت شنط، وبحكي له اللي أنا قلته دلوقتي. بصي حصل سؤال بس، أنت في يعني مشاكل مادية بينك وبين زوجك؟ آه كتير. طيب ماشي. طب فأنا بقول أكن أنا كنت في حلم وبحكي لبابا، بقول له يا بابا على فكرة أنا حلمت إن أنا جبت شنطة وجزمة وشنطة وجزمة لونهم أبيض ولونهم أسمر، فلقيت بابا مش بيسمع لي وعمال يلم في الشنط بتاعتي القديمة كلها والأحذية القديمة كلها، بيلمهم في حاجة كبيرة. حاضر. بقول يا بابا مش أنا بقول لك، مش هتسمعني، بقول لك إيه يا بابا الحلم؟ لقيته بيلم في كل الحاجات القديمة بتاعتي في حاجة وبس كده. طيب حاضر. طيب خليكي معانا يا هدى. صوفيا هتحصل لك الحل. بصي مبدئيا طبعا السيارة الكبيرة اللي فيها الشنط والجزم دي، دي أموال تخص زوجها تمام، وعلاقته بأهله كده، بما إنها بتقول أنا ألحق آخد، معنى كده إنها داخلة في صراعات مع أهله في ماليات تمام، وبعدين خدتها ودخلتها الدولاب، فمعنى كده إنها بص يعني هاخد حقي، هاخد حقي بالعافية. فبقت تاخد من السمك ده أو أكل السمك في بالوضع ده، ده معناه أكل فيه حاجة فيها نسبة حرمانية، لأن ده مش وضعه الطبيعي، فهي بتاخد من الدولاب يعني في شوية حاجة مش من حقها، فهي خدتها بالقوة. والدليل على ذلك إن والدها مش بيسمع لها، لأن هم طبعا في دار الحق فما بيرضوش بأي حاجة فيها حرام يعني، فهم بيسمع لهاش خالص لأني مش راضي. بصي الرزق المكتوب لك هيجي لك لو بالزبط. مين وقف قدامك؟ فما نصرعش في الدنيا، حتى بيقول لك اسمه مالي، يعني ما ليس لي، مالي ماليش فيه يعني. صح. فسيبيه على الله. شكرا يا هدى. معانا تليفون تاني من سناء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا سناء، ازيك؟ عايزه اكلم الدكتوره، معايا رؤيتين. اتفضلي. اهلا بيكي. ماشي. اهلا بيكي. بنتي مخطوبه وحلمت ان كان كنا في بيت قريبنا، وقريبنا قال لبنتي خدي قيسي العبايه الجنسي دي، بنتي رفضت تقيسي العبايه الجنس. بعد كده قريبنا قال لها ده ايه؟ طيب احكي لي كده. قريبنا يعني يعتبر ابن عم جوزي، ده شاب يعني وكده؟ لا ده عنده 75 سنه، راجل كبير في السن. ايوه وضحي لي التفاصيل دي لو سمحتي. والبنوته لسه ما اتجوزتش ولا حاجه؟ لا هي مخطوبه. مخطوبة. مخطوبة. طيب كمل. وبعدين قال لها طب خدي يا أميرة الجاكيت الجنس ده قيسيه، برضو رفضت خالص تقيس الجاكيت الجنس ولا العباية. بعد كده أنا قلت للشخص ده ابن عم جوزي، قلت له أنا قلت البنت تسيب خطيبها وهي، فبعد كده رد عليا قال لي الأمور هتتصلح وتكون كويسة. بعد كده جه المرحوم جوزي عند قريبنا ودخل على طول على الحمام وقضى حاجته، وبعد كده خد ملابس الراجل دوت الحج ده وخد ملابس اولاده، ومرحوم جوزي حط الملابس كلها في الغساله وشغل الغساله وانتهت الرؤيه على كده. طيب ده كويس حلو. طيب خليكي معانا يا سناء نفسر لك الحلم الاولاني. بصي هو طبعا واضح انها عندها خلافات بينها وبين خطيبها، لانها البسي وقيسي واعملي مش عارفه ايه، معنى كده ايه يعني شويه محاولات للصلح يعني. بس هي رافضه خالص، هي يعني شويه ربنا يكملها على خير، انا ما بفولش يعني، بس ربنا يكملها على خير. دي حاجه. حته ان الراجل بقى ياخد يقضي حاجته، قضاء الحاجه دي ده ما يخصش الميت طبعا، في اي شيء اي فعل للاحياء سواء مثلا ولاده، تبول، مش عارف ايه، غير غائط، حاجات زي كده، ده بيخص الاحياء. فده معناه انه في ان شاء الله في قضاء لحاجتهم، الحاجه دي اللي هي تعثر مادي وهيقضى باذن الله تعالى. دي بشاره طيبه. تمام. حته ان الهدوم يعني بصي هو ما تاخدوش بنصايحه الراجل ده، يعني هو قريبكم وعلى راسي، بس ما تاخدوش بنصايحه لانه اصلا محتاج اصلا لحد ينصحه وينصح هو وعياله يعني. ده حقيقي. ايه تاني يا سناء؟ عندك حلم تاني قلتي مش كده؟ بنتي حلمت ان ابوها المتوفي كان راكب معاها في توك توك واشترى لها علب تونه واشترى لها بونبوني، وبعد كده بنتي كان معاها ثلاث قطط، قطه كبيره وبناتها وقطتين بتوع القطه الكبيره. وبعدين جوزي الله يرحمه رفض ان بنتي يبقى معاها القطط، وقال لها يعني هيوسخوا البيت وكلام زي كده. بعد كده بنتي نط على ايد جوزي ثلاث تعابين لونهم رمادي، وبعد كده هو رماهم بعيد ومشي. مش الواحد. هو سؤال بس، هو الخطيب بتاع بنتك ده يعني اول زواجه ليه هي البنوته ولا فيه؟
اول زواجة ليه. طيب. هو كويس لكن مامته واخواته يعني غيرانين. ما هو طالما ما عندوش عيال يبقى دي الثلاث افاعي دول من طبعا. القطط دول طبعا هي واضح القطه الكبيره امه والقطتين التانيين دول اخواته. ف يعني هي البنت معترضه على الوضع ده او الوالد والدها طبعا مش هيرضى لها بكده. ف هتتعب قوي هتتعب. فانا بقول لك ربنا يكمل على خير، مش عايزين نفول على حد. الله يكرمك. والتعبين دي طبعا تعب جايه من التعب والاذيه والتدبير وحاجات كده يعني. ربنا يسترها. شكرا ليكي يا سناء. شكرا يا سناء. نرجع تاني للحشرات الضاره في المناخ. بصي الواحد لما يلاقي مثلا قمله كبيره طلعها وكده ده معناه نقص في حياته. تمام. لما يكون كتير فده معناه ان في اولاد بتاكل من خيرك بكثره يعني. لما تكون على الملابس دي حلوه، دي يعني في تقوى للبني ادمه او البني ادم يعني، دي حاجه كويسه يعني. ان انت واضح الحاجه اللي فيها يعني بتنقي نفسك من الشوائب يعني ايا كان بقى. لما تعالي بقى نتكلم مثلا على الجراد في المنام. طيب ماشي. الجراد طبعا هو في حلو وحش، بس طبعا احنا خلينا في الجانب الوحش عشان الناس بتقلق منه اكتر. الجراد ده للاسف الشديد ناس داخله تاكل في رزقك وداخله تاكل في خيرك ورؤيتها بكثره كده معناها يعني غصبانيه، هياخدوا منك حاجه غصب يعني. لما تلاقي الجراد نازل من السماء بتبقى حاله من الاثنين، يا اما امطار يعني هتنزل على البلد، يا اما غضب من الله سبحانه وتعالى. طبعا لانه يندرج تحت الجراد والقمل، هما الاثنين دول غضب والدم طبعا. طيب. دول غضب. فلما تلاقي مثلا اكل الجراد ان انت بتاكلي الجراد على فكره ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتهادوا بيه، فكان من الاكلات المحموده. أوكي. فمعناها زياده في رزقك وزياده في مالك. تمام. ولكن لو شفتي بقى جراده ميته او حاجه دي مش مستحبه يعني. بصي شويه حد يعني حد المفترض، بس هي موتها احسن. ليه؟ لانها صديقه او حد مشاركك بس هو خبيث. هيتكشف. هيموت. تمام. الحشرايه الواحده في المنام معناها حد يلاصقك على طول ماشي معاكي بقى، ممكن يبقى الزوج، الاخت، حد لازق فيكي، الصديقه. بس احذري مكره لانه هو برضه حشره، راح ولا جه حشره. طيب لدغ الحشرات في المنام دي بقى طبعا اذيه شديده من يعني غالبا بتبقى حسد او مرض. فينتبه البني ادم. في ناس كتير بقى بتخاف من النمل. النمل بيقولوا ان هو حسد بصي هو مش كل حاجه تخوف في النمل. النمل لما تلاقيه في البيت كتير كده كتير لأهل الدين ده معناه رزق وأموال وعيال كتيرة لكن للناس اللي بتخاف بقى وزي ما بقولك نجمها خفيف وكده فهو حسد، فاحذر الحتة دي. لما تلاقي النمل طالع من البيت ده مش حلو، ده معناه فقدان أشخاص أو فقدان رزق، خصوصا لما يكون شايل. لكن داخل البيت وشايل ما شاء الله. ده رزق داخل عليك بكثرة يعني. طب العقرب في المنام؟ أعوذ بالله. العقرب دي إنسان نمام ولسانه صليط ومن الأقارب وواضح وأذيته واضحة، وأنا يعني تقول لك أنا كده أنا أذية عاجبك ولا لا؟ يعني بيبقى واضح بكحة. بكحة بتبقى. طيب البورس احنا قلنا إيه؟ البورس أو الوزغة بيقولوا عليها أبو بريس. احنا في تونس بنقول وزغة. أبو بريس كل الحاجات دي تندرج تحتها. دي إنسانة يعني بعيدة عن الله. دي نمرة واحد. إنسانة بتسعد قوي، بتفرح. ست مش راجل. غالبا بتبقى ست. تمام. بتفرح قوي في المشاكل وتحب تنفخ فيها وتزودها وتعملها سيدة سيئة للغاية، مشاكلها كتير. لما تلاقيها على الحيطة معنى كده إن هي في حد من أقارب أو من سكان البيت بالفعل بيأذي. تمام. طيب قتل الحشرات، لو انا شفت نفسي بقتل الحشرات في المنام دي حلوه. دي معناها حد متمسك بدينه وتقواه والقران، ويعني حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، لان هو ده الكفيل اللي هو قتل الاذيه او قتل يعني ايه
او الخلاص من الناس اللي هي ممكن تاذيكي قولا او فعلا. فهي حلوه قوي قتل الحشرات، لكن انها تقوم تاني معنى كده استجداد تجديد ايه قوه عدو ان هو يقوم تاني. طيب ناخد شويه مسجات. ام نبيل بتقول انا كنت بحب واحد وهو بيحبني، وكنت بحلم على طول ان احنا متجوزين، بس هو خطب واحده تانية. هو تقدم لي بس اهلي مش راضيين. حلمي تاني ان انا لابسه فستان ابيض بتاع عروسه وبتجوز، وكنت مبسوطه انا لسه. طبعا الحلمين نفسيين لانها هتتجنن وتتجوزه. حته ان هو تقدم وخطب دي حياته. بصي اذا تشابه الواقع مع المنام فثلاث ارباع الرؤيه تندرج تحت الحلم النفسي. الا ان يكون في شويه تفاصيل نقف عندها، دي ما فيهاش تفاصيل، هي جولها واهلها مش موافقين، واضح ان هو من البدايه مش موافقين فدخلت في الرؤيه. معلش ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير سواء كان معاه او مع غيره ان شاء الله. علا زهران بتقول بعد ما بابا توفى الله يرحمه يا رب وربنا يصبرك، حلمت بيه كذا مره انا واخويا، انه بيقول لي انه الدفن صاحي وكان في غيبوبه وما ماتش، انه تعب قوي لما لقى نفسه في التربه، والحلم ده اتكرر كتير، وهو فعلا كان في الحقيقه مريض سكر وكان عنده غيبوبه فعلا. لا 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 بصي طبعا الشيطان يدخل ويلعب في الحته دي، لكن هو نحسبه على خير ولا نزكي على الله احد، هو درجه من درجات الشهاده ان هو صاحي ودفن. بس انا عايز اقول على حاجه مهمه، ان هو في امر يقلقه لسه ما زال قائم بخصوص اخوها ايا كان. المهم في حاجه مزعلاه قوي ومضايقاه قوي ما زالت يعني لم يقضى عليها، فانتبهوا في النقطه دي. لكن هو حد كويس واخد درجه من درجات الشهاده والله اعلم. الله يرحمه يا علا الله يرحمه. زيزي متولي بتقول حلمت ان خالتي طلعت هدوم لله لوحده بتربي يتامى، والهدوم دي من مصنع النجار، وتشبه هدوم اولادي جدا، ولقيت جدتي موجوده معاها، وهي ادت لجدتي فستانين من عندها، وجدتي لبست واحد منهم، وخالتي قالت لي ان هم كانوا امبارح في النادي والسينما مع ان جدتي متوفيه، وخالتي طالعه عمره قريب وانا منفصله. لا بص انا هقول لك على حاجه، هي طبعا بما ان نفس الحاجات اللي طلعت تشبه اولادها او ملابس اولادها، فهي لازم وجبت عليها الصدقه، وجبت عليها كفاله يتيم، واضح انها في استطاعتها. تمام. هي دي اهم ما في الرؤيه، باقي ما باقي ده بتبقى زي ما بيقولوا حشو درامي لا مجال له من التفسير. ده حقيقي. شكرا ليكي يا صوفيا، احنا هنطلع لفاصل صغير ونرجع. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زاده، ولسه بنتكلم عن معاني او تفسير الحشرات في المنام. الفراشه بقى وجمال الفراشه، يعني ايه الفراشه في المنام؟ الفراشه امراه جميله بس مالهاش ملكه. يعني ايه بقى؟ يعني اقول لك ايه؟ يعني ما تفتكريش ان انت هتحتويها، يعني الراجل هو غالبا اللي بيحلم بالفراش الراجل. ليه؟ لان دي امراه، بس ما تفتكريش ان انت هتعرف تملكها. لا ملهاش ملكه، ولو ملكتها ممكن تاذيها، لان الفراشه خفيفه كده فممكن تتاذي يعني. وبعدين مثلا لو الست شافت الفراشه دي معناها اخبار سعيده وساره كتير داخله عليها. وهو برضو الراجل لما يشوفهم مثلا كتير كده بيدوروا كده معناه برضو في افراح مقبله وسعاده، لان هم بيطلعوا في الربيع وفي وقت المطر وحاجات كده. اصلا من الحاجات الجميله يعني في الحاجات ربنا ابدع في خلقها بصراحه. فتخليكي ايه يعني مبتهجه كده وانت وص عليها. وبرده معناها اولاد يعني، بس الذريه كلها من البنات فراشات. اوكي. يعني لو شفت فراشات صغننين كده يعني دي عيال جايه. ولو شفتي بصي لو واحده حامل وشافت جراده في المنام معناها هتجيب بنت. لو شافت جراد كتير ايه ده؟ رغم ان احلام الحوامل ما بن لا بس في حاجات فيها بشارات. انا بقول لهم يعني لو شافت مثلا ابنها جايب راسين مثلا او مش عارف ايه. لا 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 دي احلام حوامل طبيعي قلقانه لحسن العيل يطلع. بس لو شافت جراده مثلا، جراده دي بنوته جايه، لو شافت جراد يبقى ولد. اوكي. لان دي المذكر، ودي طبعا جراده ما فيهاش مذكر، جراده. تمام صح. طيب لو شفت نفسي بنظف البيت او المنزل من الحشرات، طيب ده حلو، ده معناه خلاص من الهموم والمشاكل والناس اللي هي مش كويسه، يعني تكشف
هتتكشف ناس ليكي مش تمام. فانت خلاص يعني هتكوني كمان مرتاحة النفس وانت بتطرديهم يعني. العنكبوت يا ساتر يا رب، أسوأ ما يرى في المنام. لا وكمان العنكبوت ليه أشكال مختلفة. طبعاً. يعني في العنكبوت اللي فيه الشعر الأسود ده أنا بترعب منه. لا هو مش يعني مش حلو في المنام. ده هو طبعا زي ما بقول لك الأرملة، العنكبوت ده الأرملة. الأرملة يعني رؤيتها في المنام هي دايما كده العنكبوت، يعني بعد ما تتزوج تقتل زوجها فورا، هي كده هي نظامها كده. ايوه صح، بتاكل هم في عالم العنكبوت كده بياكلوا بعض. لا بس بتقتل جوزها فورا، فهي ارمله واذيه حتى القريبين منها ما بتديله يعني ما بتعملهمش اعتبار. يا رب. فاحذريها جدا لما تشوفها في المنام، معنى كده. وبعدين لازم هتكون ست يا اما عزباء يا اما ارمله يا اما مطلقه ما معاش راجل، قاعده كده فاضيه. ما هي خلاص لا ده رؤيتها من هنا. ايوه يعني خلاص بقى تخلصت منه. خلصت منه، فعايزه تخلص الاخرين منه. ايوه. طب الصراصير في المنام. بصي بقى، الصراصير دول ناس بس للاسف الشديد سلوكياتهم مش كويسه، يعني يميلوا الى يعني ان هم يؤذوكي قولا وفعلا، والتصاقك بيهم يؤدي الى ان هم يتكلموا عنك كلام باطل. يعني زي ما بقول لك المرأة على دين خليله. فوجودهم سيء سيء سيء. وخصوصا لو لقيتي الصراصير طالعه من البلاعه، فده مصدرهم اللي هو بيت الاذى. فاهمه ازاي؟ فوحشه صراصير سيئه. واللي يشوف صرصرايا واحده ده معناه صديقه يعني مشيها او سلوكياتها مش تمام. طيب الدبور. الدبور هو اسمه دبور كده صح؟ دبور زن على خراب عش. هو ايه الدبور مبدئيا؟ الدبور ده عدو النحله اللي هو بيسرق. هو سارق في المنام. فهو بيظهر حد سارق وبيجح في سرقته وبعدين وهدام بيوت، يعني بيبقى دايما راجل على فكره. دايما راجل ويعني ومزعج. يعني ايا كان بقى طبيعه عمله بس هو صوته مزعج يعني. طب الخنفساء. بصي الخنفسة دي امراه كبيره في السن، ذو خبره، بس ايه بقى بس وراها اللي وراها، لان الخنفسة بيقول لك ايه مرسال العقرب ده. يعني العقرب هو اللي باعتها طبعا. فهي حد بياخد منك الاخبار ويودي للناس الاخرى للعقرب، فتنتبهي بقى عشان هي ايه هي تعمل طيبه بس هي مش طيبه. وغالبا بتكون لابسه اسود. صوفيا مش انت بس اللي لابسه اسود يا صوفيا؟ لا لبسها اسود يعني دايما. دايما بتلبس الاسود. طيب نرجع شويه المسجات. غاده سمير بتقول حلمت اني كنت لابسه دبله وتونز. يعني ايه توينز؟ توينز توينز. وخاتم انا وواحده قريبتي وهي متجوزه واحنا الحاجات دي وقعت من ايدينا ودورنا عليها فلقيناها احنا الاثنين لبسناها، بس هي انا ضاعت مني ووقعت تاني من صوابعي. هي مطلقه؟ مش كاتبه. هو ده لا ما اعتقدش. هو ده طلاق. طلاق للثانيه بقى. لا هي اللي ما لقتش. هي اللي ما لقتش. هي عندها الثانيه حياتها. يعني عندها ممكن مشاكل. تكون عندها جواز بعدين عندها طلاق. بالظبط. التوينز دول ذريه بقى توأم. توينز فهيجولها بس هيتسقط يعني. هتسقط مش هيكمل. دي للمين؟ لصاحبه الحين. لا بزيتها. لكن الثانيه دي هيحصل انفصال عندها. يعني لصاحبتها هيجولها توينز. بالظبط. ماشي. مسج تانية بتقول أختي حلمت إنها في مكان وسط بحر زي البكري. يعني إيه البكري؟ وهي ناس كتير بس كلهم بنات، وسمعت صوت أمام بيدعي وناس إمام. ماشي. بيدعي وبيقول وناس بتقول أمين، فقالت اللهم ارزقني الجنة واجعل ما بيني وبين شخص نصيب. أرجاء الرد لأن ده حل. بصي التواجد في مكان في ناس كتير ده على طول عمرة أو حجة أو عيد. لأن الجمهرة دي ما بتبقاش إلا في المناسبات الحلوة يعني. والدعاء إجابة يعني في الرؤية طبعا، زي ما بتدعي زي ما بيستجاب لك بإذن الله تعالى.
في ناس هتقول لي حاجه يعني ممكن هي دعت بالشخص ده بس ما فيش نصيب، ما حصلش نصيب. ربنا سبحانه وتعالى مش بقى هيحقق لك الرؤيه دي، ده هيعجل بابعاد الشخص ده لانه مش لصالحك، ويعجل بحضور حد تاني احسن منه. فما تحدديش على الله بالظبط، فسيبي ربنا يتصرف، نثق في ربنا اكتر وربنا عارف ايه احسن حاجه لينا، وربنا بيعوضنا يعني طبعًا عموما طبعا ده حقيقي. طيب الاء بليز يا جماعه المسجات نحاول نختصرها شويه عشان نعرف نقول عدد اكبر. الاء بتقول انا حلمت اني رحت الكعبه انا وواحده صاحبتي ودخلنا مسابقه قران، والمره الثانيه حلمت اني بعمل عمره وكنت مع شخص اعرفه معرفه عاديه بس كنت مبهوره من المناظر هناك. أبشي. الحلم الثاني طيب نشرح الاول. حلو حلو، هي لو بنت الحج والعمره معناها زواج ليها والانبهار ده دنيا جديده، فهي داخله يعني هتبقى سعيده فيها يعني. طب الحلم الثاني، حلمت اني كنت قريبه جدا من السماء وكنت شايفه شجر وحد بيصلي وكان مكتوب في السماء بلون اسود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واول ما قراتها لقيتها اتمسحت وبعدها لقيت السماء بتتموج زي موج البحر الخفيف، وانا قلت اتقلب وشك في السماء. لا ما انا مش فاهمه. بصي هو الاشجار في السماء طبعا لو طبعا هو غالبا في علم النفس بيقول لك ان دي من الاضغاص الاحلام، لان الاشجار لا تنبت في السماء، ولكن احنا كمفسري احلام بنقول لك الاشجار دي اللي هي التسابيح، فهي كل ما بتسبح كل ما بتبنى لها شجره او بتزرع لها شجره فين؟ في عند فوق يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه حته ان يكون متواجد اسم من لفظ الجلاله او دعاء او ايا كان ويتمسح بعدها، معنى كده هي شويه هتلتزم بالدين شويه، ولكن المسحه دي والتموجات دي الدنيا، ومره تقترب من الله ومره تبتعد ومره تلتصق ومره تبقى يعني. بصي خليكي على وتيره واحده مع الله لان هي دي المنجا يعني. رضوى ابراهيم بتقول حلمت ان معظم اسناني ودروسي وقعوا وانا لما بفتح بقي لقيت كده، قلت مش مهم هركب غيرهم بس كنت زعلانه جدا على نفسي. هتخسر ناس كتير قوي بس مش موت، لان دول لما يبقوا كتار كده ده مش موت، ده خسران لناس في سنها كتير. كل يوم هتكتشف حد تخسره كل شويه بس هركب تاني، ده معنى طبعا الاقارب ما بتتعوضش، ما فيش، مش هنقول هنجيب اقارب. صحيح العقرب مش حد قريب، بيقول لك الاقارب اقارب عقارب. ممكن يكون العقرب، انا وديتك حته تانية دلوقتي بس افتكرت قبل ما انسى، ممكن يكون حد من الاقارب وارد، ما هو ممكن يكون اقارب للقلب يعني كمان. مش اقارب قريبين دم، اقارب صح عندك حق. طيب سحر محمد بتقول حلمت اني بعزل من بيتي الجميل لبيت رديء متواضع، ولما ذهبت للبيت الجديد وعفشي سرق، لا وعفشي على سيارة نقل منتظرة يوصلني، سائق السيارة سرق عفشي الجميل بالكامل وقعدت اعيط كتير من الحسرة. لا الله، رؤية سيئة جدا، معناها تدهور احوالها للأسوأ، معناها خسران، ولو هي متزوجة فيها طلاق وفيها يعني سيئة جدا، ربنا يعافيها. طلعي صدقة بنية دفع ضرر هذا المنام، وصلي ركعتين وما تحكوش تاني لحد خالص، خلاص انسيه. طيب نهى ابراهيم بتقول انا حلمت اني يعني ايه بس في المرايه لقيت بصيت في المرايه لقيت عيني مرسومه وكان شكلها حلو وكانت مرسومه بالكحل، دعكت في عيني وهببت شويه انا عزبان. ماشي، دي طبعا واضح ان في ارتباط، هي هتهببه يعني بصي هتدخل في مشاكل يعني هي اللي هتكون سبب في بهدله الارتباط ده. ايوه صح، هي اللي دعكت يعني، هي اللي هي اللي في ناس بقى بتحك كده في المشاكل. ما هي لما بتبقى ربنا بيجيب لها حاجه حلوه قوي وما فيهاش كلاكيع، ليه؟ في حاجه غلط لازم نعمل كلاكيع، يلا نعملها بايدينا. ربنا يهدينا جميعا يعني. طيب مياده بتقول لو حلمت اني اتجوزت وحامل وفرحانه قوي اني اتجوزت وشافت دم من غير فرح ولا حاجه، مع العلم اني عزباء وكنت مخطوبه قبل كده. والله بصي احلام الزواج للبنت العزباء حلم، احلام نفسيه كل يوم كل يوم، اللي عايزه تخلف بتشوف نفسها حامل
وبتشوف نفسها خلفت، واللي عايزه تتجوز بتشوف نفسها اتجوزت. فهي بص بتبقى تلطيف من الله سبحانه وتعالى على عباده ليبعث عليهم السعاده والسكينه. يعني مثلا في مثال كده، ان في ناس بتقول لك ان انا شفت مثلا في الرؤيه ان احنا بنضحك ومش عارف ايه، حتى الصوت طلع بالضحك او صحي على ضحكته. دي من احلام السعاده. انا برضو حلمت مره كده والله العظيم، صحيت بضحك انا مش مصدقه ان انا صحيت بضحك. المشكله ان عارفين الضحكه اللي الضحكه بجد، كان حد قايل لي نكته مثلا وهي نكته بايخه اتقالت لي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى لطيف بعباده. ممكن تكوني نايمه مكتئبه، فالواحد لو نام مكتوم هتحصل له مصيبه، هيروح يلطف عليه ربنا بحاجه كده تفرحه تدلعه كده، يعني تصحي كده مودك حلو. صح. طيب حلمت، بتقول واحده يعني اسمها مش واضح، بتقول حلمت اني واقفه في المطبخ وبطبخ اكل حلو وشهي وبحط عليه سمنه بلدي سايحه من الازازه. يا سلام. ده انت كده جوعتينا احنا. بتقول ان هي عزباء بس على فكره انا زعلانه جدا كل مره ببعت وما بتقولوش حلمي. شفتي بقى ظلماني ازاي؟ اهو قريت حلمك. تزعليش، ابشري. بصي وابشري كمان. طبعا ابشري ما شاء الله. استعداد لمناسبه حلوه، مناسبه يعني جميله جدا. والسمنه البلدي دي اصلا من الحاجات اللي هي غنيه يعني ايه، فيها اموال وثروات داخله عليكي. يعني في عريس جاي، العريس ده غني، فلازم تظهري قدامه بقيمه كويسه. فما شاء الله بشاره طيبه ليكي خالص. طيب حلو. في حلم تاني من الحاجه عزه، بتقول ابنتي رأت ان خطيبها السابق اعطلها 4 خواتم ذهب واحجار كريمه، منهم واحد لونه اخضر. طيب هو كان يهمنا نعرف اسم خطيبها ايه، لان ده خلاص سابق. تمام. ولكن 4 خواتم دي يعني هو ممكن يكون حاجه اسمه، في حاجه فيها خلود خالد مثلا، فيها حاجه فيها سالم سليم، حاجات فيها ايه، حاجه دايمه. فان شاء الله باذن الله تعالى بشاره طيبه باعتدال 4 احوال في حياتك: الصحه والمال والعيال والعمل. بالظبط كده. ف حاجه حلوه قوي، ابشري. طيب حلو، انا بتبسط جدا جدا لما بنفصل. لما يشاهدينا احلام حلوه يعني. احنا ده يعني بصي بيجي لنا احنا عاملين زي الصيادله. أيوه. بيجي لنا الروشته وبنطلع لهم الدواء بس كده. الله عليك يا صوفيا. الله. احنا هنطلع لفاصل صغير جدا، نرجع نكمل حلقتنا من اي بوكس احلامك اوامر مع صوفيا زاده. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زايده، واللي ان شاء الله هنحاول ان احنا نقرا مسجات كتير النهارده ونفسر لكم احلامكم. بس الاول تعالوا نخلص معانا الحشرات اللي معانا النهارده. النحل. الله. النحل اجمل ما يرى في المنام. النحل دلاله على العلم والمنفعه والدين، ويعني بصي كل ما هو فيه خير طبعا، وفي تكليف كمان، لان النحل مكلف. تمام. ومعناها للبنت انها هتخش في عائله، بس عائله راقيه. بالظبط كده، لان هم بيبقوا ملتزمين، يعني عائله ملكيه، عائله كده، فهي هتتزوج شخص من هناك. ده حاجه. لو النحل بقى يعني وقع على راس البني ادم، فده معناه ان انت هتنزل عليك يعني حاجه لازم انت تتكلف بيها، يعني عمل شاق لازم تكلف فيه. يعني ما فيهاش 2 3 اوامر. فاهماني ازاي؟ مثلا جيش للولد. اوكي. فامر ما فيهاش 2 3. زواج للبنت. خلاص جواز. فيهاش 2 3. طيب لو حلمت ان نحله بتقرصني. بصي هو ده طبعا واضح ان انت شويه بس هتكوني مقصره في مع ربنا، فده القرص ده تنبيه. كانه زعل من ربنا. بالظبط، لان ده يندرج زي ما قلنا تحت العلم والدين. اوكي. انتباه يعني. طيب الناموس في المنام. لا، الناموس وحش هو والذباب. الناموس معناه حياتك مش مستقره، كركبه، دوشه، معناه البني ادم بيروح للغلط وعارف ان ده غلط، بيروح يعني. فالواحد ينتبه في النقطه دي. وقرص الناموس برضه. ما هو معناه انه انت بتخالط ناس، الناس دي اصلا مصدر قلق ليك. وللاسف واخدك في سكتها وانت رايح. والذباب برضو
يا ساتر على الذباب. سيء الذباب سيء. ايه بقى؟ سيء ده معناه هم اعداء ضعاف بس مسببين مشاكل. بس في حاجه يعني انا يعني معلش ما تقرفوش يعني، يبقى انا هقولها لكم. لو اتبلعت الذبابه فده معناه رزق تنالي. ايه؟ رزق ايه؟ تنالي. 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 كل ما دخل في دخلت في الجوف كل ما كان الرزق اكبر. تخيلي شوف القرفه قد ايه. وفي حاجه تانية يعني لو شفتي ذبابه وقعت في حاجه بتشربيها وبعد كده يعني مثلا غطست كلها ولا حاجه، خلي بالك ان في اذى جاي لك لو كانت نصها اللي غطسان لسه حيه يعني لسه بتعمل مثلا كده. ده معناه ان في اذى جاي لك، ولكن لو غطست كلها معناها اتباع لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان بيقول لك ان في جناح فيها الضرر وجناح فيه الخير. صح تمام. فلو دخلت كلها معنى كده ان انت رزقك على الحياه، لا انت بتستفيدي ولا ما بتستفيديش، او بترزقي وخلاص. طيب البق في المنام، البق بالتونسي انا قلتها، البق اللي هو الحاجات اللي بصي دي قلق في يعني وتوتر في العلاقه الزوجيه، لانه ده بيكون ساكن في المراتب، في مراتب السرير، في المراتب والمخدات، فده توتر في العلاقه الزوجيه. اوكي. طيب الحشرات الميته في المنام حلوه دي. الحشرات الميته اطلال او حاجات فيها ذكريات، هتتذكري ناس او هتستجلبي تاني افكار جديده سابقه. يعني ناس هتعمل لك حاجه جديده فهتجيبي القديم. ياه ده عملت لي زي فلان ما عمل كذا كذا كذا، يعني نفس الاذيه. فانتبهي من اللي جاي، لان الميته دي معناها ان حدث تركز في دماغك. طيب ولو الحشرات الميته حيت تاني؟ لا دي مشكله، دي معناها عدو توقعت ان انت خلصت منه طلع لك تاني. طلع لك تاني. خد هدنه كده وبريك وقام تاني. طيب لو شفت حشرات في السرير او على السرير؟ بصي لو شفتي تعبان على السرير دي متفقين، ده الجوز. ده احنا متفقين عليه. او الزوجه لو الراجل اللي شافه تبقى دي المراه، لو المراه اللي شافته تبقى ده الراجل، دي ما فيهاش اتنين تلاته. خدتي بالك؟ طيب لو شفتي مثلا النمله على السرير، ده معناه طبعا الست بتحكي بقى جوزي جاب لي وعمل لي ومش عارف ايه، حسد حسد حسد. النمل على الـ يعني بيحسدوكي في جوزك. يعني في الكراسي حياتك. في اصحابك وحبايبك. في السرير على جوزك، في مثلا في المطبخ على رزقك. بس يبقى على حاجه فاهمه يعني، على اكل، طبق اكل كده ولا حاجه، فاهمه ازاي؟ كل حاجه فيها يعني تبص لها مشكله يعني. طيب لو هجم عليا حشرات او لو هربوا مني حشرات، انا عايز اعرف معايا. هربوا احسن. هربوا ده يعني فضل من الله تعالى وعفى عنك من اذيته. ناس راحت الحمد لله لحالها، لكن الهجوم ده اتفاق اعداء عليكي. ويعني زي ما بقول لك الواحد في فترات في حياته كده بيلاقي الدنيا لعبكت مره واحده كده، تلاقي مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل ومشاكل مش عارف فين ومشاكل كله على بعضه. فالهجوم ده ربنا يعافينا منه. مش حلو. طيب خروج الحشرات من الجسم. بصي لو ده نمل طالع من الجسم، ده للاسف هلاك البني ادم، موته خلاص. لو دود طالع معناه خلفه عيال، بس عيال بقى يعني بياكلوا في رزقك بطريقه همجيه. تمام. لو شفتي مثلا اي حشره تانية طالعه فده اذيه بتصرف الحمد لله، الا النمل هو الوحيد اللي هو موت. طب لو شفت، لان البكاء في واحد كان اسمه البكاء، قال للرسول يعني اشعر بالنمل يخرج من صدري، يعني فهو كان هلاكه يعني مات. طب لو شفت حشره تحت الجلد تمشي تحت الجلد؟ بصي ده حد بقى مش هتعرفي تتخلصي منه، حد منك فيكي، اخت، او لو هتخلص منه هاذي نفسي طبعا. اخت من فيكي هتعملي ايه يعني؟ هتعور عشان هتجرح قوي حد، بس من الدم بقى، من الدم فاهمه، لان الجلد ده مش هنقول جوز، لا مش جوز في الحاله دي. طيب الدود في المنام عموما؟ دي العيال بقى. بس عيال مش عيال مجرمه. مش متعبه قوي قوي قوي. وبعدين الدود برضو ممكن يكونوا ناس انت بتغدقي عليهم برزقك، بس هم ما يعني بيصونوش، ما بيصونوش الخير اللي انت بتطلعيه. طيب نرجع لمسجاتنا. سمر ابراهيم بتقول انا حلمت اني بقرا في المصحف، بس الايه اللي قريتها مختلفه مش موجوده في الصوره اللي قريتها.
لا، الصورة اللي قريتها صورة الحديد، بس الآية اللي قريتها مختلفة. وحلمت بعدها إن هو ذكر القرآن في المنام بوجه عام. هو لو كانت الآية فيها تحذير أو إنذار، يعني مش كاتبة طبعا الآية إيه، فمعنى كده انتبهي، لأن دي رسالة موجهة صريحة من قبل الله تعالى. لو كانت فيها بشارات تمام فهي خير، يعني خير كتير ليكي. أما صورة الحديد أصلا فهي بأس شديد، يعني شوية إجمادي زي ما بيقول، يعني رسالة مبعوثة من الله سبحانه وتعالى أن أنت الفترة دي فيها. بتقول بقى حلمت بعدها أني كنت نايمة وقمت من النوم بسرح شعري، لقيت فيه أمل. استغربت في الحلم إزاي أنا مش فيه أمل، وزعلت، والأمل أبيض كبير وصغير وكتير، وأمل أسود بس للأسف ده حصل. مع العلم أنا متزوجة وفي مشاكل، وابني بعيد عني، ومرات أخويا حلمت أنها بتقرأ سورة القيامة. لا، سورة القيامة بتاعت مرات أخوها دي تذكير بأنها مخطئة ومذنبة في حق الله سبحانه وتعالى. تمام، يعني انتبهي، لأن ممكن يكون، أنا ما بقولش مواعيد وفاة لأن ده بيد الله سبحانه وتعالى، بس سورة القيامة من ضمن الصور وهي والضحى اللي فيها موت للبني آدم. أما بالنسبة لشعرها اللي تخرج منه فده معناه حسد طبعا صايبها جدا من الناس، وهو اللي مؤدي بيها إلى فساد علاقتها بزوجها، لأن الشعر ده مناطق الجمال والزينة والفرحة ليها، والواد بعيد كله عين يعني. طيب، في مسج تانية بتقول حلمت بأمي رحمة الله عليها، الله يرحمها، إنها عايشة وكانت نايمة على سرير في مستشفى، ودخلت عليها لقيت الدكتور بيقولي إنها عملت حادثة ولازم يتم بتر رجليها، وهي زعلانة وعمالة تقول لي شايفة أنا خسيت إزاي، وبعد حصل حبة رتوش كده مش فاكراها، بس إحنا اتحركنا كتير أنا وهي، ونزلنا وطلعنا ومشينا كتير. لا، الرؤية سيئة جدا، معناها هتحصل أذية لأخت من أخواتها، والقطع الرجل أو بتر الرجل ده معناه سفر بعيد، يعني صعب العودة منه بالظبط خالص، وبما ان دي ميتها يعني كمان، يعني رؤية سيئة قوي. طيب، مسج تانية بتقول امي شافت حماتي وامها واقفين في البحر قصاد بعض بيتكلموا بصوت هادي وشعرهم طويل وجميل وفردينه في المية، وام حماتي لسه عايشة. وامها وحماتها الاثنين في البحر. لا، حلوة. لا ده ان شاء الله سفر بالبحر، وغالبا هيكون طبعا بما ان الشعر الطويل وكده هتبقى حجة او عمرة، مش هنقول حاجة تانية. ماشي، شفتي السكوت ده شوية اللي هو انا في تفسير تاني اتفسر لي ده، مش عارفة. ماشي، في حلم تاني بيقول اختي حلمت ليا اني كنت بسلق لحمة وطالع منها دخان ابيض كتير من البلكونة عندي، وبتقولي ان هي قالت ممكن يكون من اللحمة اللي كنت بتسلقيها، وفي نفس الوقت حلمت ان ماما بتستقبل في شقتها. هقولك، هو الرؤية دي معناها كل ما ترزق تحكي، كل ما ترزق تحكي. الموضوع بقى ايه يعني؟ بص، لان شم رائحة الطعام ده معناه ان الناس تعرف انت عندك ايه من رزق او خير. فمعنى كده هي اللي فتح البلكونة يعني بالظبط، والبخار ده اللي هو استدعاء عيون الناس، فاهمة ازاي؟ مش حلو. زوزة تقريبا بتقول حلمت ان عروسة ابني كاتب الكتاب. يعني ايه كاتب الكتاب؟ يعني ابنها كاتب كتابه. حلمت ان الفستان الفصوص وقع من الفستان، والعروسة لم تكن هي، ارجوكي الرد وشكرا. يعني هي واضح ان هي عايزه، مش عايزه الجوازه دي تتم، واضح وضوح الشمس، لان حته ان الفصوص واقعه وان البنت مش هي، معنى كده انها مش راضيه عن اهل هذه البنت، فهي مش عايزاها. فده حلم نفسي حرام، خليهم يكملوا لو بيحبوا بعض، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أرى المتحبين إلا الزواج. نورة بتقول حلمت إن سلفتي عملت حلة فيها فول نابت يعني إيه، وخططها يا جماعة بليز يعني إذنكم وضحوا بس المسجات، عشان الترجمة. ساعات لما بلاقي المسج مش واضحة بضطر إن أنا ما أقرهاش أو ما أكملهاش، فحاولوا تركزوا في المسج وإنتوا بتكتبوه، وتبقوا هادين مش لسه صاحيين، عشان المسج تبقى واضحة، عشان
صوفيا تقدر تشرح له كل مسج. المهم بتقول حطيتها عندي وبعد كده رحت بيتها لقيتها عامله سفره حط عليها كل انواع الفول وانا استغربت انها عازمه ناس على فول. بصي هقول على حاجه صغيره كده. سلفتها سلفتها. الفول النابت يندرج تحت زياره السيده زينب. فاللي يشوف رؤيه الفول النابت يعني بصوا طبعا هو انشق العلماء فريقين، في ناس بتؤيد وفي ناس بتعارض، بس التفسير الفول النابت في المنام زياره السيده زينب رضي الله عنها وارضاها، وادعيلنا هناك بقى. طيب في مسج تانية بتقول حلمت بان في عريس متقدم لي وجاي معاه امه وكانت لابسه خمار وهي دخلت وهو دخل بظهره مش بوشه، العريس شكله كويس انا انسه. دي استخاره يعني عملتها؟ دخل بظهره يعني مش مبين لنا حقيقته. خلي بالك. انتبهي يعني. طيب مكه بتقول السلام عليكم تحياتي لكم واشكركم على بعدين في حاجه عايز اقولها معلش. الخمار ده ظهوره في الرؤيه يعني زي ما بقول لك حاجه مخبيها. اختمار يعني في افكار او في حاجات او في نيه مخفيه. فهي اختمر الشيء يعني ايه استخبى. فهي في حاجه مخفيه خلي بالك وهو داخل بظهره فالدنيا مش ظريفه يعني. مكه بتشكرنا على البرنامج وبتسلم علينا احنا نبوسها قوي قوي ونسلم عليها برضو. بتقول انا حلمت ان اللي كنت مخطوبه له عندنا في البيت مش عارفه بمناسبه ايه، المهم انه مشي من البيت هو وعمي اسمه محسن علشان يحجز للسفر وساب قميص وبنطلون في الاوضه عندنا، انا شفتهم لقيتهم مش نضاف مسكتهم اغسلهم عشان لما يرجع يلبسهم نضاف، وقع من الجيب فلوس فكه بس مش فاكره كام، خدهم اخويا من الارض حطيت ايدي في هدومه اتاكد ان مفيش فلوس تاني، لقيت جنيه وبحط ايدي تاني لقيت جنيه تاني وبعدين لقيت نص جنيه، قلت ده سايب فلوس يعني مش بخيل زي الناس بتقول عليه، غسلتهم وروقت وكنست البيت عشان يكون نظيف لما يرجع، وجي عمي قال لي حجزت له الساعه 5 راجع راجع باذن الله تعالى. كل الحاجات دي معناها سايب قميص وبنطلون مش نضاف، معنى كده ان هي عندها افكار من ناحيته او حد يبث في يعني في حياتها ان الراجل ده مش كويس بدليل انها قالت بخيل. تمام. حته الفلوس اللي وقعت دي قيل وقال وكلام يعني في ناس كتير وخصوصا اخوها مش راضي عن الجوازه دي وقصص كبيره كده. بس لا هو هيرجع، هي منظفه الدنيا ومستعده لاستقباله. الساعة 5 ان شاء الله ان شاء الله ربنا يصدق على كلامي، هيبقى في شهر 5 الجاي بامر الله تعالى يا رب. والله اعلم. طيب في مسج تانية بتقول حلمت اني كنت ماشيه مع ماما ومرات عمي وكنت شايله على راسي اروانه. صح اروانه اروانه معرفش بتاعت الاسمن مليانه بسله خضراء ومن تقلها ما كنتش قادره اشيلها وقعت مني على الارض من تقلها. اموال. هي بصي انا هقول لك على حاجه، هي واضح ان اموال جايه كتيره بس هي مش قد المسؤوليه. يعني في رزق جاي كتير بس وقوعه للاسف الشديد خسران. لانها مش بتعرف تستفيد من الخير اللي بعته ربنا. صوفيا حلقتنا انتهت للاسف الشديد. شكرا ليكي جدا جدا. وانت غير ان انت بتفسري احلام مشاهدينا وتفسري لنا احلامنا، انت بتبعثي كده الطاقه الايجابيه في المكان. فبشكرك قوي قوي يا صوفيا، ربنا يخليكي. احنا حلقتنا خلصت للاسف، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي من انبوكس احلامك اوامر. باي باي.